دي لقطات طبعا على الهواء مباشره من تمرينه النادي الاهلي النهارده الاخيره استعدادا لمواجهه بكره. وخلينا انا حابب الحقيقه اتكلم شويه عن الجمهور. الجمهور على فكره اللي ليه في الكوره واللي ملوش في الكوره عنده ترمومتر كده بيحس، عنده سنسور بيقيس بيه مستوى الاداء والحاله والروح. والناس كلها حاسه ان رجاله مصر امبارح في البطوله، مش امبارح بس في البطوله كلها، عملوا اللي عليهم وزياده حتتين ثلاثه. يعني كل واحد عنده 100% طلع في البطوله دي 110%. وانتم امبارح بتعيطوا في الملعب بعد الماتش ما خلص، دموعكم بجد كانت غاليه علينا جدا، وكان في 100 مليون بيطبطبوا عليكم بس انتم ما كنتوش حاسين بيهم. وعايزين الحقيقه نستغل ده في اللي جاي. ونفس الكلام بقوله لرجاله الاهلي، الجمهور ما بيزعلش ابدا من الخساره لما بيحس انه لاعيبته عملوا اللي عليهم. وما كناش هنزعل من الخساره من مونتري لو كنا حسينا انكم عملتوا برضو اللي عليكم. فرحتونا وعملتوا اللي عليكم برضو وزياده وكسبتوا مباراه قال عنها الجميع بما فيهم حتى الناس اللي بتحبكم وتشجعكم انها صعبه وتكاد تكون مستحيله. وجمهور الاهلي كتير منه امبارح ما كانش مستني الفوز قد ما كان مستني بس انه يبقى عرض يليق باسم النادي الاهلي وكنتم عنده. ورغم ان الظروف الصعبه مستمره لكن كمان مستنيين منكم بكره احسن واحسن واحسن، وان شاء الله حلمنا كبير جدا في الوصول للمباراه النهائيه. وبعد كده نبقى نتكلم بقى ولكل مقام مقال زي ما بيقولوا. خلينا ناخد راي كابتن احمد عادل نجمنا النهارده في سادسه في المنتخب اللي قدم بطوله اكتر من رائعه، يعني الحقيقه كما لو كنا توجنا بيها بالظبط. ونتكلم معاه كمان على مواجهه بكره ان شاء الله مع بالميراس. مساء الخير يا كابتن احمد. مساء النور استاذ احمد، انا سعيد ان انا موجود معاك دايما. شرفنا دايما. هقول لك مبروك الحقيقه. صحيح خسرنا البطوله لكن كسبنا حاجات كتيره جدا لا تقل اهميه عن اللقب الثامن في تاريخ مصر في بطولات امم افريقيا. منتخب عادت ليه الروح، عادت ليه الشخصيه، شفنا رجاله في الملعب رغم ان هم الحقيقه واجهوا ظروف في منتهى القسوه من قبل البطوله لغايه اخر لحظه فيها، لكن قدروا ان هم يتغلبوا عليها ويوصلوا للمباراه النهائيه ويقدموا عرض الحقيقه ويستحقوا عليه احترام الجميع. اكيد لازم لما نتكلم عن المنتخب وعلى لعيبه المنتخب والجهاز الفني للمنتخب اكيد كانت مهمه صعبه. وصول لمرحله كانت غير متوقعه، يعني وصول لمرحله النهائيه غير متوقعه من الشعب المصري كله، لكن من مباراه لمباراه اللعيبه دي اثبتت ان هي رجاله. وحط تحت كلمه رجاله دي مليون خط وقد المسؤوليه، ولازم كل لعيب في المنتخب يرفع راسه لفوق. شرفتوا بلدكم وشرفتوا مصر، بذلتوا مجهود يمكن زي ما حضرتك قلت فوق ال 100%. وكل انا بطمن كل اللعيبه اللي في منتخب مصر، كل الشعب المصري فخور بيكم، فخور بادائكم، فخور ان وحاسس بيكم جدا. ان انت لما بتلعب اربع مباريات 120 دقيقه بنفس الروح وبنفس الاداء وبنفس الرجوله والجدعنه والاصرار، وقد ايه اللعيبه دي اللي احنا كنا مستنيين بقالنا كتير ان احنا نشوف شخصية منتخب مصر، شخصية منتخب مصر، انتوا رجعتوا شخصية منتخب مصر تاني أمام فرق كبيرة زي كوت ديفوار. أنا بشوف إن المنتخب لعب أربع نهائيات. أنا وأنا بتفرج على البطولة دي كنت بفتكر بطولة 2017 اللي وصلنا فيها النهائي قدام الكاميرا. طبعا. وصلنا برضو المباراة النهائية بس ما كانش نفس الإحساس. ما كانش نفس المنتخب، ما كانش نفس الروح، يعني في فرق بانك انت توصل مباراه نهائيه وتخرج والناس تبقى مش راضيه عن المنتخب وبتهاجم الجهاز الفني وبتهاجم اللعيبه، وفي فرق بانك انت بتوصل مباراه نهائيه والناس فرحانه بيك كما لو كنت حققت اللقب. بص خلينا واقعيين يا استاذ احمد، لما هتيجي تتكلم هتلاقي كل الكلام مش رايح لفنيات، مش رايح لطرق لعب، رايح لرجوله ورايح لاصرار ورايح لعزيمه. لان اللعيبه دي زي ما بقول لحضرتك ان انت بتلعب اربع نهائيات، لما بتلعب 120 دقيقه ده يديك مؤشر ان دي مباراه فاينل مع فرق كبيره فنيا كانت اعلى منك، لكن الرجوله والعزيمه والاصرار بتثبت ان لا اللعيبه دي في منتخب مصر لعيبه على قد المسؤوليه. وخصوصا زي ما اتكلمنا قبل كده تتكلم في نص اللعيبه اول مره تلعب كاس امم افريقيا، وده بيبان في كلام الناس الكبيره اللي داخل المنتخب، بيبان في كلام محمد صلاح، بيبان في كلام الشناوي، بيتكلم في كلام ابو جبل، بكلام السوليه، لعيبه اول مره تروح كاس امم، عبد المنعم اول مره يلعب منتخب، عمر كمال اول مره يلعب منتخب، لعيبه صغيره لكن كانت رجاله. اوضه اللبس ده اللي انا عايز اكد عليه، والمسؤولين في مصر حافظوا على المنتخب ده. فريق السنغال كان بيجهز المنتخب ده من 2015. المنتخب اللي لعب قصادنا ده بقاله حوالي 7 سنين بيلعب مع بعض، 7 سنين هو ده القوام الاساسي. ده اللي احنا لازم نشتغل عليه، لازم نحافظ على
المنتخب. ده اللي انا سعدت بحديثه جدا دكتور اشرف صبحي وزير الرياضه، لما كان مهم جدا ان هو يبقى موجود معاهم في اوضه اللبس. واللي انا بتمناه حافظوا على قوام المنتخب ده، حافظوا على المنتخب ده، لان المنتخب ده عنده شخصيه لعيبه منتخب مصر، عنده شخصيه اللعيب المصري. لكن اتمنى ان احنا نبني على ده. يعني المباراه الاخيره ضد السنغال ده لازم نبني عليها، لازم نبني عليها. عشان كده في اول الحلقه قلت لحضرتك لازم اللعيبه دي كلها ترفع راسها، شرفتوا مصر، وده اللي نبني عليه بعد كده. هناخد بطارنا ان شاء الله في تصفيات كاس العالم ان شاء الله، ونام نفس المنافس، وان شاء الله هنوصل على حسابهم كاس عالم باذن الله. ان شاء الله املنا كبير، بس زي ما قلت الحقيقه الامل والاحلام وحدها لا تكفي، احنا محتاجين شغل كتير برضو. طبعا يعني صحيح كان في غيابات، لكن متهيألي كل البدلاء قدموا مستويات ولا اروع. ما تقدرش تقول انه الغيابات كانت مؤثره، ما تقدرش تقول انه جباسكي ابو جبل ما قداش وما لا مكان الشناوي، ما تقدرش تقول ان عمر كمال ما قداش بطوله رائعه كان اكرم موجود، ما تقدرش تقول ان عبد المنعم ما قداش زي ما حجازي كان بيأدي. كل حتى امبارح امام عاشور لما نزل مكان عمر في المباراه، مباراه تقيله جدا على الولد مع منتخب تقيل وبيلعب على لعيب بايخ وسريع ومهاري ومصدر خطوره، فقدم جيم حقيقه ولا اروع. فما تقدرش تقول انه الغيابات اثرت، لكن اللي يمكن اثر شويه شغل تكتيك من مستر كيروش. محتاجين احنا عندنا مشاكل دايما لما منتخب بيبقى عنده القوه والسرعه، لو يضغط علينا عندنا مشكله دايما في انك تبني من الهجمه من ورا لقدام، عندنا مشكله في القوه، ناحيه القوه محتاجه شغل. وده مش بس شغل كيروش، ده شغل كيروش وشغل الانديه وشغل اللعيبه وشغل المدربين في الفتره اللي جايه قبل ما نوصل ان شاء الله لنهايه مارس ونلعب مع السنغال رايح جاي. نروح للاهلي ومونتيري قبل ما اخدك للاهلي وبالميراس. كنت متوقع انت يعني في ناس كانت متفائله جدا تقول لك هنكسب، وفي ناس تقول لك مش مهم نكسب بس المهم ايه نعمل جيم كويس، وفي ناس كانت متوقعه او مسلمه وقايله الاهلي هيخسر قدام مونتيري في ظل الظروف الصعبه اللي واجهها. انت من انهي ثلاثه، من انهي واحد من الثلاثه فيهم؟ لا انا دايما عشان كنت داخل نادي الاهلي وحاسس باللعيبه اللي داخل نادي الاهلي وحاسس بقيمه النادي الاهلي، وزي ما بطلع مع حضرتك دايما بقول ان فعلا اللعيبه الموجوده يوم بعد يوم مع الصعوبات بتثبت ان لا لعيبه عندها مقاومات البطوله، ومقاومات البطوله زي ما اتكلمت مع حضرتك قبل كده ان هي مش موجوده عند اي حد. ويمكن ده اللي بيرفع سقف طموح الجماهير، ده اللي بيرفع سقف طموح الجماهير اللعيبه. يعني اللعيبه بعد كده لما تيجي تخسر مباراه ما تستغربش ان الجماهير زعلانه. لا، لان انت رفعت سقف طموحها في ظل الصعوبات، زي ما حضرتك قلت ان كل الجماهير او كل الاعلاميين او كل النقاد كان متوقع اداء اقل من لعيبه النادي الاهلي، لكن فعلا اللعيبه كانت عند حسن الظن. فعلا اللعيبه اثبتت ان الشعار الاهلي بمن حضر ده مش شعار بس، لا شعار وفعل. ده بيدي الثقه للعيبه ان هي تقدر تادي المباراه اللي جايه بنفس الحماس بنفس القوه، والجماهير النادي الاهلي عندها ثقه في اللعيبه. يمكن غيابات وحاجات تاثر تهد اي فريق اللي حصل مع النادي الاهلي، الاصابات واللي انا بتمنى عوده عمار حمدي، ان انا بشوف ان هو حظه اتمنى له الشفاء طبعا. دادلك يعني راجل حقيقه كان عنده فرصه كبيره جدا للمشاركه في البطوله دي، وكنت شايف انها تبقى بوابه تالق عمار مع الاهلي الموسم ده كله، مش بس في بطوله كاس عالم بس، يعني قدر الله. انا بقول لحضرتك هو فعلا حظه سيء جدا، لان هو كان محتاج البطوله دي في ظل برضو ان فرصه ان هو يقدر يلعب، اللعيبه كتير مش موجوده. لكن بتمنى ان هو يرجع في اسرع وقت. مبسوط جدا وبشيد جدا باداء محمد هاني، اللي انا فاجئني هاني على فكره. طبعا يعني طبعاً. كنت بقول له امبارح انت ايه نفسك ما بتجيش الا على كاس العالم. يعني هو الحقيقه عامل بطوله كاس العالم اللي فاتت كانت يعني كان هايل، والاصابه برده يمكن خدته بعيد شويه، وكان بيواجه صعوبه في انه يرجع يحط رجله في الملعب، خصوصا انه اكرم كان متالق جدا في الحته دي. لكن الحقيقه قدم جيم هايل امبارح. ده اللي انا كنت اتمناه، ان انا اشوف هاني بنفس المستوى دوت كان هو يبقى موجود في كاس الامم، لانه كده هيبقى فرصه سهله ان هو يبقى موجود مع عمر كمال يشيل الجبهه اليمنى. لكن زي ما حضرتك قلت اداء مميز من امام عاشور، لكن انا بشوف ان دي ان شاء الله تبقى بدايه لمحمد هاني ان هو يحط رجله، وفي مكان انا بشوف ان هو جديد عليه شويه، جديد عليه شويه في طريقه اللعب اللي احنا ان شاء الله هنتكلم فيها 3-4-3، ادى بصوره جيده، وكون ان هو يوصل للمكان دوت ويقدر يسدد على المرمى، ده راجع للاصرار والعزيمه
والروح اللي عند محمد هاني، واللي انا بتمنى له ان شاء الله يبقى موفق الفتره الجايه يحط رجله في صفه مستمره. هاني وغيره، انا بدات الحلقه وقلت انه الكلام لكل لعيبه مصر مش بس لعيبه المنتخب الوطني، لان احنا محتاجين تركيز ومحتاجين مجهود، محتاجين نشتغل على نفسنا عشان اللي جاي صعب، ونفسنا نعمل حاجه مش بس في ماتشين السنغال. انا الحقيقه عيني اكتر رايحه على هنعمل ايه في كاس العالم، مش عايز نروح نبقى ضيوف شرف، نفسي نروح نعمل بطوله جامده ونقول ان مصر فيها كوره وفيها مواهب وفيها امكانيات كبيره جدا. وده مش هيحصل واحنا قاعدين بنتكلم، ده هيحصل لما الناس كلها المنظومه كلها تشتغل على بعضها، وعندنا حاجات كتيره جدا مرجعانا شويه ورا. يعني ما تنكرش انك عانيت قدام كوت ديفوار، قدمت جيم عالمي بس عانيت، وقدام المغرب عانيت، وقدام الكاميرون عانيت. الحاجات اللي عندنا دي نقدر نشتغل عليها ونطورها، ونبقى احنا دايما في موقف الفعل مش رد الفعل. كل التوفيق لمنتخب مصر، لعيبه منتخب مصر، مره ثانيه بنبارك لكم على الاداء، ومره ثانيه مستنيين منكم الافضل في اللي جاي ان شاء الله. اسمحوا لنا قبل ما نكمل كلامنا ونفتح اهلي بالميراس نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم. في اعجاز كروي بمعنى الكلمه، نجح لاعبو الاهلي في تحقيق الانتصار على مونتيراي المكسيكي بهدف صاروخي باقدام محمد هاني في مواجهه مثيره خاضها المارد الاحمر في ظل غيابات عديده واصابات ضربت الفريق قبل انطلاق مشواره للمره السابعه في تاريخه والثانيه على التوالي في بطوله كاس العالم للانديه، ليضرب بطل افريقيا موعدا جديدا مع فريق بالميراس البرازيلي في الدور نصف النهائي يوم الثلاثاء المقبل في مواجهة مرتقبة سيحتضنها استاد آل نهيان بنادي الوحدة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وسط دعم وحضور جماهيري أهلاوي كبير. الأهلي واجه أندية أمريكا الجنوبية في مونديال الأندية ثلاث مرات من قبل، وجميعها كانت أمام فرق برازيلية، وكانت أول مواجهة للمارد الأحمر أمام فريق قادم من بلاد السامبا في كأس العالم للأندية نسخة 2006، حينما لعب الأهلي مع إنترناسيونال في نصف النهائي، وانتهت المباراة بفوز الفريق البرازيلي بهدفين مقابل هدف، وسجل هدف الأهلي الأنغولي أمادو فلافيو. وشهدت هذه البطولة نجاح الأهلي في معانقة المجد بمونديال الأندية عندما توج لأول مرة ببرونزية المركز الثالث. المواجهة الثانية جمعت الأهلي في نسخة 2012 أمام كورنثيانز البرازيلي في الدور نصف النهائي أيضا بالمونديال، وخسر الأهلي حينها بهدف دون رد. أما المواجهة الثالثة والأخيرة بين الأهلي وأندية برازيلية كانت في النسخة الماضية لكأس العالم للأندية، حينما تقابل الأهلي للمرة الأولى مع بالميراس، ولكن هذه المرة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ووقتها فاز الفريق الأحمر بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 بعدما انتهت المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي. وتوج أبناء المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بالميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخ قلعة الجزيرة. المواجهات الرسمية مصر البرازيل، الأهلي بالميراس كورنثيانز انترناسيونالي 2-1، وبإذن الله بكرة إن شاء الله الأهلي يعدل النتيجة وتبقى 2-2. مواجهات إيه؟ رسمية، حط تحت رسمية دي 20 خط. خلينا نروح لزميلنا أمير هشام من أبو ظبي ونتابع مع حضراتكم اللمسات الأخيرة في تدريب النادي الأهلي النهاردة على يعني الملعب، ونشوف كده أخبار الفريق إيه، ونشوف انضمام الدوليين، ونطمن على تحضيرات الاهلي لمواجهه بالميراس بكره ان شاء الله. مساء الخير امير، وتنقل لنا الصوره من عندك في ابو ظبي. مساء النور عليك يا احمد، تحياتي ليك وتحياتي الكابتن احمد عادل وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. يعني خلاص الاستعدادات الاخيره للنادي الاهلي بتجرى في هذه اللحظات لمباراه بالميراس غدا باذن الله على استاد آل نهيان الساعه 8:30 مساء بتوقيت ابو ظبي، 6:30 مساء بتوقيت القاهره، في دور نصف النهائي من كاس العالم للانديه. باذن الله الاهلي يكون موفق في هذه المباراه بالشكل الجيد، ويكون النتيجه يعني التاهل للمباراه النهائيه
النهائيه باذن الله تعالى، عشان يكون انجاز فريد من نوعه، اول مره يحصل في تاريخ النادي الاهلي وتاريخ مشاركته بشكل كامل. لكن في تفاصيل مهمه جدا وامور لازم نوضحها بالنسبه لكل جماهير النادي الاهلي. النهارده طبعا بدايه بالمسحه كانت صباحا، مرورا بمحاضره واجتماع كان بشكل مفاجئ من قبل مستر بيتسو موسيماني مع الجهاز الفني واللاعبين. بعد الاجتماع كان في ميعاد الغداء، يعني البرنامج الطبيعي اللي بيحصل كل يوم. لكن النهارده كمان كان في مؤتمر صحفي خاص بمستر موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي، وقبليه كان طبعا مؤتمر صحفي خاص بالمدير الفني لفريق بالميراس كوتش ابل، واللي اتكلم فيه في بعض الامور المهمه جدا، واللي يعني ابدى احترام كبير جدا في تصريحاته للنادي الاهلي، ويعني حسيت ان في تخوف بالنسبه له وتقييم جيد قوي قوي لامكانيات النادي الاهلي. وابرز تصريحاته قال لو الاهلي اللي شارك في مباراه او الفرقه اللي شاركت في المباراه الاخيره امام مونتري هي الفرقه رقم ب في الاهلي، فهم الفرقه رقم الف هتبقى عامله ازاي؟ يعني واضح ان هم فرقه قويه جدا، الراجل اشاد بشكل كبير جدا جدا بالنسبه لفريق النادي الاهلي، حاطط في اعتباراته نتيجه السنه اللي فاتت وفوز الاهلي على بالميراس وتتويجه بالميداليه البرونزيه، حاطط في اعتباره عده امور. لكن هو اللي مش واضح بالنسبه له هو موقف الدوليين، واللي كمان مستر بيتسو موسيماني في المؤتمر الصحفي يعني اصبح الموقف في غايه الغموض بشكل اكبر بعد تصريحاته، قال انا لسه حتى ما شفتش اللعيبه الدوليين ولا شفت اي حد في هم، معرفش حالتهم عامله ازاي، معرفش الامور بالنسبه لهم هتبقى عامله ازاي، لكن كل اللي اعرفه ان انا عندي ثقه كبيره جدا في المجموعه اللي موجوده معايا واللي شاركت في المباراه اللي فاتت، لان هم مجموعه من اللاعبين المميزين. وابدو اكبر دليل على كده هو الفوز على مونتري، رغم ان كانت التوقعات رايحه في اتجاه الفريق المكسيكي. خليني اقول لك كمان يا احمد ان في هذه اللحظات المران يعني في بعض الفقرات الخاصه بالجانب التكتيكي وبعض الجمل اللي بيحاول يطبقها مستر بيتسو موسيماني على مدار التدريبات وفي خلال التقسيمه اللي بتبقى مع نهايه كل مران. الكل مستعد بشكل جيد، ان شاء الله باذن الله الاهلي يكون موفق في هذه المباراه، وان شاء الله باذن الله نقدر او يقدر الفريق يفرح كل جماهير النادي الاهلي. لو في اي استفسار انا معاك اتفضل. يعني لا يعني عايز اتكلم على الـ على الـ على الحاله المعنويه عند اللعيبه، عايز اتكلم على رؤيه الجهاز الفني واللاعبين لمواجهه بالميراس في تاني مواجهه. ممكن مونتري شويه يبقى جديد على اللعيبه دول، فبالتالي ممكن تبقى في حاله الرهبه. هل نفس الموضوع متكرر مع بالميراس، ولا مواجهتنا السنه اللي فاتت وقدرتنا على تخطي بالميراس في الـ في الـ في الفوز بالميداليه البرونزيه كسر الحته دي عند اللعيبه شويه؟ يعني هو كلامك صحيح في الحقيقه يا احمد، يعني في ثقه كبيره جدا لكن مصحوبه بالحذر، وده امر مؤكد. انت الثقه المبالغ فيها ممكن تخسرك كتير قوي. انت لعبت مع بالميراس السنه اللي فاتت وقدرت انك تكسبهم، وكنت قريب كمان انت تكسب في الوقت الاصلي كمان، مش في ضربات الجزاء الترجيحيه. ده طبعا شيء بيدي ثقه جدا للعيبه، لكن في نفس الوقت لازم تكون حذر كلاعب وكجهاز فني ان مش كل المباريات بتبقى بتمشي بنفس السيناريو او بنفس الاستراتيجيه ونفس الاسلوب. يعني اكيد هم مركزين بشكل كبير جدا في المباراه، بيدرسوا من خلال طبعا دراسه الجهاز الفني بقياده مستر بيتسو موسيماني كل نقاط القوه والضعف، عارفين هيعملوا ايه كويس جدا بكره. يبقى التوفيق من عند المولى عز وجل باذن الله في مباراه الغد. بمرجوعنا في جزئيه مهمه يا احمد، وهي بتتعلق ب يعني فرناندو ابل المدير الفني لبالميراس، وانا حاولت في المؤتمر الصحفي بصراحه يعني ايه اضحك عليه شويه واحاول اطلع منه اجابه تفيدنا بشكل أو آخر. فسألته ثلاث أسئلة، كان في السؤال اللي في الوسط أو اللي في النص هو كان السؤال الأهم بالنسبة لي. أول سؤال سألته قلت له يعني أنت بتقيم إزاي الأهلي وإيه أبرز العناصر الموجودة في فريق النادي الأهلي من خلال مذاكرتك ومتابعتك للفريق. تاني سؤال كانت إيه الاستراتيجية اللي هتلاعب بيها النادي الأهلي، حطيت السؤال ده كده في النص قلت يمكن ما ياخدش باله. السؤال الثالث كان بيتعلق بالضغط اللي ممكن يكون يقع على الفريق بعد الهزيمة أمام النادي الأهلي السنة اللي فاتت، لكن الراجل طلع ذكي جدا قال لي اكيد مش هقول لك على الاستراتيجيه اللي هنلعب بيها هذه المباراه، لكن في نفس الوقت انا عارف كل الخطوط وكل نقاط القوه والضعف في النادي الاهلي اللي احنا بنذاكرها على مدار الايام اللي فاتت بشكل كويس جدا، وبنحترم جدا الفريق ده لانه بطل افريقيا وعنده تاريخ كبير قوي. حتى الصحفيين يا احمد واحنا قاعدين، الصحفيين البرازيليين واضح في اسئلتهم مدى التقدير الكبير للقلعه الحمراء وللنادي الاهلي، فده يعني الاهلي بيبني ثمار تاريخ كبير جدا جدا قدر ان هو يعني يتفوق
متفوق فيه على مدار سنوات عديده. انا بشكرك شكرا جزيلا الزميل العزيز امير هشام. ولو كان الفيفا منصف الحقيقه قول لمدرب بالميراس او مدير الفني يعني بالميراس، لو الفيفا منصف وعادل الحقيقه كان المفترض ان هم اللي يبتدوا البطوله بدري واحنا نلعب دور قبل النهائي مباشره، بما ان احنا حامل الميداليه البرونزيه في الموسم الاخير وتكلمنا على بالميراس بالمناسبه في المؤتمر الصحفي يا احمد. يعني على كل الاحوال نحن لها باذن الله ورجالتنا قد المسؤوليه. بشكرك شكرا جزيلا الزميل العزيز امير هشام ان شاء الله وكل التوفيق لرجالتنا بكره الحقيقه يعني كلهم تالقوا، يعني مش عايز انسى حد ومش عايز اقول اسماء، لكن يعني المباراه الاولانيه الفرقه كلها كانت نجم صحيح. وبكره اعتقد كمان علي لطفي يعني هو ظهر بمستوى هايل المباراه الاولى، نتمنى بكره ان شاء الله كمان في مواجهه بالميراس لانه ممكن دوره يكون يعني اكبر شويه. طاهر لعب مباراه على الرغم مش بيلعب في مكانه ومش في حتته لكن ادى مباراه. الفريق كله ظهر كمان بصوره، وخدوا بالكم دي من المقدمات اللي كانت الناس رابطه بينها انه الفريق ظهر كمان بصوره مختلفه تماما عن ظهوره في مباراه سموحه في كاس الرابطه، ودي كانت بالنسبه لنا مقدمات كاس العالم، فبالتالي العوده دي تقول ان احنا ان شاء الله بكره قادرين. اسمح لي اقول حاجه اخيره يا كابتن احمد، عشان كنت بتكلم على اللقاءات الرسميه وكنا لسه زايعين تقرير عن مواجهه الاهلي مع الانديه البرازيليه. الاهلي رسميا في مواجهات، زمان واحنا صغيرين لما كان الاهلي بيلعب مباريات وديه مع انديه من اوروبا ومن اي حته في العالم كان بيبقى بالنسبه لنا يوم عيد، يعني انه الاهلي بيلعب الكبار. النهارده الجيل الجديد طالع بيشوف الاهلي بيلعب مع الكبار مباريات رسميه، ولغايه اللحظه اللي بكلم حضراتكم بقول لكل واحد اهلاوي وانت قاعد كده خليك فخور انه الاهلي سايب بصمه في 5 قارات، مفيش بطل من ابطال قاره في العالم ما خدش يعني او ما دقش من نار النادي الاهلي. امريكا الشماليه تلاقي، امريكا الجنوبيه تلاقي، اسيا تلاقي، افريقيا طبعا احنا ملك ملوك افريقيا، فاضل لنا بس اوروبا وان شاء الله باذن الله هنعملها باذن الله قريب. الاهلي وبالميراس بكره ماتش صعب جدا جدا جدا، وخصوصا على خلفيه المواجهه الاخيره وفوز الاهلي على بالميراس وتحقيقه البرونزيه. اكيد طبعا في المباريات دي اللي انا بتمناه ان اللعيبه تبقى في حالتها، اللعيبه تبقى في حالتها يوم المباراه، وده اللي ان شاء الله رجاله النادي الاهلي ان شاء الله يبقى عند حسن الظن. لكن في المباريات دي برضو دي الملكه اللي عند مستر موسيماني، ان هو بيقدر يقرا نقط القوه والضعف في الفريق المنافس. يعني فريق بالميراس يمكن زي ما حضرتك اتكلمت وقلت ان هو مش فريق جديد عن النادي الاهلي، لكن انا زي ما بشوف ان النادي الاهلي لما ان هو يوصل للمرحله دي على مستوى افريقيا او الوطن العربي هو كتاب مفتوح لاي فريق هيجي يلعب النادي الاهلي، هو عارف نقط القوه ونقط الضعف. كان عايز اعلق برضه على حته فريق به للنادي الاهلي. لا النادي الاهلي مفهوش الف وبه، مفهوش الف وبه. النادي الاهلي بمن حضر رجاله الاهلي هو الاحتياطي زي الاساسي زي اللي بره ال 18 زي اللي بره الفرقه خالص، وده بيثبتوا رجاله النادي الاهلي. أيوة. لما بيغيب من عندك حوالي 6 من اللعيبه الاساسيين في القوام الاساسي للنادي الاهلي، لا هو في رجاله تانية بتقوم بنفس الدور بنفس المسؤوليه وبتحقق مكسب وبترجع ثقه الجماهير، او ثقه الجماهير بتزداد في رجاله النادي الاهلي من مباراه لمباراه وفي المواقف الصعبه. مونتيري فريق كان كبير وفريق يستحق الاحترام. أيوة. لكن رجاله النادي الاهلي عند حسن الظن. هو محمد لعيب زي محمد مغربي اساسا مش من فريق النادي الاهلي، يعني مش من سكواد النادي الاهلي اللي احنا عارفينها. طبعًا. ده لعيب شاب اتصعد مره واحده قالوا له يلا تلعب في بطوله كاس العالم. طبعًا. ومع ذلك الحقيقه ادى برجوله وبقوه كمان وما كانش ابدا نقطه ضعف او ثغره في الفريق. كمان بتتكلم زي ما حضرتك قلت طاهر بيلعب بيش في مكانه. أيوة. لكن بيأدي عايز يوصل لل 100% في المكان دوت وحافظ دور الفرود الصريح. طريقه اللعب او اللعب بيها مستر موسيماني، اللعيبه اللي نجحتها، حسين الشحات نجحها، احمد عبد القادر نجحها، هاني بعد عوده كبيره جدا ما بتحسش ان هو كان غايب ولا رجع بصراحة. وكسب الفرقه. انا عايز اتكلم على مجموعه اللعيبه كلها فعلا رجاله. قفشه بيلعب في نص الملعب، يعني ما بيلعبش 10 صريح، بيلعب في مكان مجهود كبير جدا في نص الملعب، المفروض يبذل مجهود كبير جدا، وده كان فعلا عند حسن الظن. اللعيبه فعلا على قد المسؤوليه. اثنين مش كان بصراحه في اثنين مستنيين منهم زياده شويه، قفشه وعبد القادر. يعني ما بقولش ان هم عملوا جيم وحش، بس بقول كمان في احسن، في احسن. وده زي ما بقول لحضرتك ثقه جماهير النادي الاهلي، ثقه محبين النادي الاهلي في اللعيبه دي، ان انت يبقى عندك الاحسن، ده لازم تدوس على نفسك اكتر، لازم تبقى احسن. الناس لما بتبقى مستنيه من اللعيب احسن بتبقى بتحب، يعني مش بتبقى زعلانه منه بقد ما هي بتحبه وحط عليه ثقه كبيره جدا انه يقدر يقدم ويشيل في الاوقات الصعبه اللي زي دي. ما هو ده بيرجع لقيمتك انت كلاعب عند الجماهير. أي. انا زي ما بقول لحضرتك اي حد موجود داخل قوام النادي الاهلي
هو فعلا عنده مسؤوليه تيشيرت النادي الاهلي، لازم يبقى عند حسن الظن وقد المسؤوليه. لكن انا بشوف ان ان شاء الله ان شاء الله النادي الاهلي، كل جماهير النادي الاهلي مطمنه، وان شاء الله هنحقق المكسب ونوصل للمباراه النهائيه ان شاء الله. ياسر وربيعه لازم ياخدوا حقهم بصراحه، يعني ظهروا بشكل، يعني اولا الانسجام والتفاهم اللي بينهم، تحس ان هم لاعبين الموسم كله جنب بعض. نمره اتنين الروح والاخلاص والمجهود، يعني ولا اروع بصراحه. لا، في تميز طبعا لرامي ربيعه، وده اللي انا عايز اوضح برضو للناس فيه، ان رامي ربيعه في اكتر من مركز تقدر تلاقيه. يعني رامي ربيعه بيلعب في الدور، في المباراه لعب في الدور اللي هو قدام السيرد باكين، اللي هو الدور اللي كان بيلعبه حمدي. ممكن رامي ربيعه تستغله كسيرد باك صريح، ممكن رامي ربيعه تستغله كباك رايت، ممكن تستغله كدفندر يلعب رقم 6 ويلعب رقم 8. فدي بيدي مرونه تكتيكيه للمدير الفني، بيسهل المدير الفني زي ما كنا بنتكلم على اكرم ربنا يرجعه بالسلامه، ان هو ممكن يلعب ديفندر، ممكن يلعب باك رايت، هاني ممكن يلعب سيرد باك، وممكن فدي اللعيبه دي الجوكر ده في الملعب بيقدر يسهل، ممكن يعمل تغييره المدير الفني بدل ما يخسر تغييره من بره. لا، رامي ربيعه بينجح له الدور دوت، ان هو لو حد حصل له حاجه بيرجع رامي ربيعه بيلعب سيرد باك، وممكن تنزل باك رايت او باك ليفت زي ما حصل مع كريم فؤاد التغييره. ياسر ابراهيم اللي عايز اشيد بيه ان في كل المباريات الكبيره ممكن يبقى غايب ويرجع، ما تحسش ان التغيير متاثر او طيب. انت خدتني نقطه مهمه، ودي حاجه برضو الناس كلها بتسالها، فلازم اسالها لك وبرضه اسمع رايك فيها. لعيبه زي كريم فؤاد، ما حدش يختلف ان كل الجمهور بيتفق على امكانيات كريم من قبل ما يجي النادي الاهلي، وكلنا كنا نفسنا ان الصفقه دي تتحسم، وانه كريم يلبس تيشرت النادي الاهلي، امكانياته هايله. ولعيب زي ميكسوني احنا شفناه في بطوله افريقيا السنه اللي فاتت قدم بطوله قويه جدا، ومستر موسيماني ما كانش ممكن يعني يدي الاداره دول اخضر الا لو كان مقتنع بامكانياته. اتنين لعيبه زي دول اتحطوا على البنش في مباراه زي دي وفيها غيابات، دي بالنسبه لي علامه استفهام، مش قادر افهمها. لا، هنا لو هتيجي لاستقطاب اللعيبه، استقطاب اللعيبه والسياسه اللي بتدار داخل اداره النادي الاهلي في ان هو يجيب لعيب عنده الشخصيه، يلعب اي مش اي لعيب. بس انت ماتش بتواجه فيه غيابات كتيره جدا، يعني زي ما قلنا 14 لعيب غايبين، ازاي كريم فؤاد وميكسوني ما يبقوش موجودين من البدايه مثلا؟ هنا بتبقى في اولويات عند المدير الفني. بتبقى في اولويات عند المدير الفني، وهو اللي بيبقى ملم بالفنيات داخل الفريق او الحاله الفنيه اللي عليها اللعيب داخل الفريق. ان زي ما بقول لحضرتك برضو كان مستر موسيماني من نوعيه المدربين اللي بيعتمد على 14 او 15 لعيب هم القوام الاساسي بتاع الفريق اللي هو بيقدر يبني عليه الخطط بتاعته. لكن مع الغيابات في بعض اللعيبه اللي كانت لسه راجعه من اصابه، كان انا بشوف ان اي حد داخل النادي الاهلي، خلي بالك استاذ احمد انا برضو عشت القصه دي داخل النادي الاهلي، من الصعب جدا ان انت تلعب لو انت بره خالص، تلعب وتاخد مكان داخل الفريق، لان النادي الاهلي على سياسه مدار حياته ان هو بيعتمد على القوام الاساسي للفريق، وبتقدر تغير ثلاثه او اربعه بالكثير قوي في القوام الاساسي للفرق. لكن مع الغيابات دي رجوع هاني كان مهم. انا بشوف ان برضو اصابه اكرم ممكن تدي زي ما شفنا كده، هاني ممكن يلعب في مركز كريم فؤاد، هيبقى ليه دور. هنا انا كلامي للعيبه دي ان انت لما جيلك الفرصه لازم تبقى ماسك فيها، لازم تبقى عند حسن الظن، لازم ثقه الجماهير، تعرف ان انت صفقه رابحه، ده مهم جدا، ده اللي هيساعدك وانت بتلعب، ان ثقه الجماهير فيك دي هتشوفها وهتلمسها. طيب، وانت بتلعب. السؤال برضو اللي بيدور في ذهن الناس النهارده، لعبتنا الدوليه في ابو ظبي والماتش بكره، هنتكلم على اقل من 24 ساعه، صحيح ايمن وشريف ما شاركوش على الاقل في الماتش الاخراني بتاع السنغال، لكن السوليه وحمدي وعبد المنعم لعبوا. السؤال هنا، هل الجمهور بكره يستنى مشاركه الدوليين عشان يعني يسندوا الفرقه، ولا الدوليين مش في امكانهم انه في التوقيت ده وفي الظروف دي، سفر ورحله وماتش امبارح ماتش مباراه قويه جدا، والحمل البدني طبعا في البطوله كلها ممكن ما يبقاش ليهم دور بكره. هنا في المواقف دي ومن الكواليس برضو اللي لازم الناس تعرفها، ان هيبقى في جلسات مع اللعيبه دي، هتقدر تلعب، هتقدر تبدا جلسات، تبقى جلسات خاصه مع سواء ايمن اشرف او السوليه، عايزين يعرفوا الحاله البدنيه، هل جاهز ان انت تشارك، هل جاهز ان انت تاخد نص ساعه، لان الجهاز الفني او مستر موسيماني لازم يبقى ملم. اللعيب هنا بيرد بايه؟ يعني ما هو طبيعي كل الناس عايز تلعب في كاس عالم، يعني تفتكر يعني ولا الموضوع بيبقى محتاج امانه او محتاج يعني؟ لا، الموضوع أمانة. الموضوع أمانة، واللعيبة دي لعبت احتكاكات دولية واحتكاكات أفريقية كبيرة،
ومش مس يعني اللي هو ولعب كاس يعني في لعيبه النادي الاهلي لعب كاس عالم كتير، كاس عالم الانديه كتير، فهو مش مستني ان انا سجيل ده ما لعبش مره واحده. لا يعني بتكلم يعني على السوليه لعب كاس عالم الانديه، ايمن اشرف لعب كاس عالم الانديه، لعب الشناوي لعب كاس عالم الانديه، هتلاقي بعض اللعيبه لعيبه كتير يعني بتتكلم في شريف لعب كاس عالم الانديه. أيوة. لكن هنا الامانه يعني هنا الامانه بتاعت اللعيب مع زي ما اقول لحضرتك جلسات خاصه من الجهاز الفني مع اللعيبه دي هتقدر تشارك. في رايك انت مين قادر يلعب يعني شايف مين ممكن يلعب بكره في ماتش بكره؟ انا شايف ايمن هيبقى ليه دور. ايمن اشرف عوده عبد المنعم برضه هتبقى اضافه قويه لخط الدفاع النادي الاهلي اكيد بقيمته كلاعب واللي بشيب بيه في البطوله الافريقيه طبعا، وصفقه رابحه للنادي الاهلي والمنتخب مصر طبعا. شريف هيبقى ليه دور اكيد بعد اكيد الموقف اللي حصل معاه ده الاخير، انا بشوف ان شريف لازم شخصيه اللاعب الكبير ترجع له شخصيه اللاعب الكبير ترجع له تحت اي ظروف لازم ترجع. ممكن اللي حصل ده يبقى دافع ليه بكره طبعا يعني ده اللي انا فعلا يعني رغبته في انه يثبت نفسه ويثبت نجوميته ويثبت مكانته في مباراه كبيره زي دي طبعا. هنا شخصيه اللاعب الكبير، هنا شخصيه اللاعب الكبير اللي عنده المسؤوليه زي ما بقول لحضرتك مش اي حد يبقى موجود داخل قائمه النادي الاهلي، لازم لعيب عنده شخصيه يرجع نفسه تاني يرجع ثقه الجماهير فيه تاني. اكيد ثقه جماهير النادي الاهلي فيه كبيره وكل محبين النادي الاهلي هم عارفين ان هو الفرود الاول سواء للنادي الاهلي او لمنتخب مصر. مهم جدا على شريف ان هو يحقق مكسب ويحقق انجاز لنفسه قبل ما يكون للفرقه. اكيد انت لعبت ماتشات كتير مع الاهلي بس بتهيالي اول ماتش ليك في كاس العالم تجربة مختلفة، إحساس مختلف، عارف طبعا شخصية البطل وعارف قيمة تيشيرت النادي الأهلي ولعبت بطولات وماتشات صعبة وقابلت أبطال كتير جدا، بس وأنت رايح كأس العالم برضو بتهيألي غير، إحساس اللعيب جوه البطولة مختلف شوية. لا إحنا ممكن إحنا كنا جيل مختلف عن الجيل دلوقتي لأن إحنا كنا بنلعب ماتشات الساعة 6 الصبح. أنتوا يابان. إحنا اليابان. فماتشاتنا اليوم مقلوب عندنا، يعني حضرتك لو ترجع للمباراة الأولانية هتحس اللعيبة كلها نايمة، يعني فرق التوقيت كنا في اليابان التوقيت مختلف الساعة البيولوجية مش ما ركبتش معانا من أول ما روحنا يعني، فدي كانت مواجهة من الصعوبات اللي كنا بنواجهها، لكن كنا في جيل يعني متعود على كده، متعود على الضغوط، متعود على المسؤولية، متعود عارفين قيمة تيشيرت النادي الأهلي كويس، ما يختلفش عن الجيل الحالي ورفع شعار النادي الأهلي في جميع في أي دولة من دول العالم. لما كنا بنسافر وبنروح لا لازم نرفع رايه النادي الاهلي ونحط النادي الاهلي في مكانته اللي هي بتشرف مصر والاحتكاكات الدوليه والاحتكاكات الافريقيه، لما بنحقق انجاز ده بيحسب للكره المصريه زي ما متعودين من النادي الاهلي ان هو بيشرف مصر في اي بطوله وفي اي انجاز. ايه الاختلاف اللي متوقع في ماتش بالميراس بكره؟ وهل في حاجات على مستر موسيماني ان ياخد باله منها تختلف يعني عن مواجهه مونتيري المكسيكي؟ اكيد مستر موسيماني في بدايه المباراه ما بيحاولش ان هو يجازف في الهجوم، يعني بيقدر مأمن دفاعي بشكل كويس. اللي انا مرتاح له اكتر ان اللعيبه خلاص تعودت على طريقه اللعب دي، ومع اي حتى تغييره في التشكيل لا اللعيبه بتادي نفس الدور، فده اللي مطمني انا كاحمد عادل يعني للاداء بكره. واتمنى من اللعيبه طول ما احنا ما بيجيش فينا اهداف نقدر نجيب جون في اي وقت ان شاء الله باذن الله. تشكيل يا كابتن احمد، انا بشوف ان التشكيله هو هيبقى الاقرب، للمباراه اللي فاتت، يمكن ممكن ايمن اشرف يدخل ومحمد مغربي مكان مغربي ويلعب ياسر وربيعه وايمن اشرف. هنشوف الحاله الفنيه للسوليه او حمدي، ممكن واحد منهم اللي هو يخش جنب ديانج في نص الملعب. اعتقد ان هاني ممكن يلعب كطرف يمين لكن مش هيبقى فيه تغيير كتير في التشكيل. أيوة. معلول مع عودة الشمال علي معلول ناحية الشمال، هيلعب ديانج زي ما بقول لحضرتك ولا تتوقع حمدي او السلية يدخلوا؟ بس بتهيألي حمدي والسلية من البدايات صعب شوية، ممكن يبقوا تغيير. هو الراجل مش هيطلع بره التشكيل دوت، يعني ممكن يبقوا تغييره في شوط تاني او حسب الحالة او حسب نتيجة المباراة، لكن ديانج وقفشه هيفضل زي ما هو، هيلعب عبد القادر وحسين، وممكن يلعب شريف فاروق صريح يبتدي بكره على الرغم ان طاهر الحقيقه برضو ياخد حقه
اجاد في ماتش مونتيري بشكل كبير. هنا هنا بس هنا اللمسه الاخيره، لكن الحقيقه عمل مجهود سوبر بصراحه في المباراه. هنا زي ما بقول لحضرتك بتبقى الجلسات الخاصه دي بتبقى مهمه جدا في المباريات دي. ممكن يتكلموا مع طاهر حتى لو هو عايز يقعده، ممكن يتكلم معاه، ممكن يتكلم مع شريف ان هو ممكن يبقى ليه دور ويلعب بنفس التشكيل اللي هو اللي فنش بيه. دي برده بتبقى حسب الحاله الفنيه يوم المباراه دي. طيب اذا كان في رساله اخيرا نوجهها لنجومنا في 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 الامارات قبل ماتش بكره، انت ممكن تحط اسمك بحروف من نور بحروف من ذهب كاول جيل في تاريخ النادي الاهلي يوصل لمباراه النهائيه في بطوله كاس العالم للانديه، واول جيل يحقق اول ميداليه من نوعها في تاريخ الكره المصريه وفي تاريخ النادي الاهلي. فرصه كبيره جدا قدامكم، بالميراس مش غريب علينا، عملناها قبل كده وزي ما عملناها اولا نقدر نعملها ثانيا وثالثا ورابعا. كل التوفيق لنجومنا بكره ان شاء الله باذن الله في مواجهه بالميراس، تفرحوا جماهير النادي الاهلي قبل ما نروح لمباراه النهائي باذن الله ان شاء الله للمره الاولى في تاريخنا. بشكرك شكرا جزيلا كابتن احمد، شرفتنا ونورتنا. شكرا زعلان، وان شاء الله باذن الله الحلقه اللي جايه نتقابل فيها على كل خير باذن الله، نبارك لبعض على ميداليه فضيه او ذهبيه باذن الله ان شاء الله. يا رب باذن الله. كل التوفيق للعيبه، وان شاء الله بقول للعيبه ان شاء الله تسعدوا جماهيركم اللي عندها ثقه كبيره فيكم ان شاء الله. على كل خير، نتقابل دايما على شاشه الاهلي في السادسه. تحياتي لكم.